السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا جديزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف خاوتي خواتاتي، ما تنسوش بارتاجوا الفيديو تاعنا ودونا بيتي لايك خاوتي باش تفاعل إن شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله. خاوتي اليوم حنتكلم على جزء مهم جدا من على ما يجرى في الجزائر بعيدا عن الرياضة. غادي نتكلموا على هذا الوباء، ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، على ما يجري في المستشفيات الجزائرية، على عدة أمور لابد من نقعدوا في الرياضة. في الرياضة الحاجة الأهمية هي صحة المواطنين، هي ربي بعد البلاء على الجزائر الحبيبة وعلى كل البلدان الإسلامية أو كل العالم، لأنه اللي ينتج الفايزر وانتج اللقاحات نتشوها كل الناس مش مسلمين، مهما دابينا هذا الوباء يروع قال العالم إن شاء الله بإذن الله. انا الحمد لله كم تشوفوا خاوتي درت الفاكسيناسيون تاع الفايزر، درتها دو فوا، درت الاولى درت الرابيل الحمد لله. نتمنى اي انسان اللي عنده نيه باش يدير ماشي مولا بالسيف عليه يدير الفاكسيناسيون، بصح الفاكسيناسيون او موا قالك تبروتيجيك 80 ولا 90%، ما ولا بد نديروها باسكو هذه صحتنا وصحه والدينا وفاميلتنا راهم في اللعب. احنا الوالدين انا ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم، ولكن نتمنى الناس اللي راهي تروح في الجزائر ماش تحترم البروتوكول الصحي، راكم والديكم عندكم فاميلتكم عندكم جوارينكم، ولا بد ايفيتو هذا التباعد. دونك ماش كاين، ماش عندنا منظومه صحيه، تعرفكم باللي الجزائر ما عندهاش منظومه صحيه، كانوا غير يكذبوا علينا، كلاو الدراهم غير في الزهو منا، وفي الفوتبول عطوهم ملاير منا، في كل المجالات كاين سوء التسيير في كل المجالات في الجزائر، في كل المجالات بدون استثناء، بدون استثناء كاع الناس راهي تبذير في كل. لهذا خاوتي جبت لكم اليوم تصريحات تاع رضا عباس تاع واحد الدكتور اللي قال كلام فضح المنظومه. لا غالب خاوتي الامور لا تبشر بالخير، نتمنى ربي لطف من عندها. كم تشوفوا خاوتي قدامكم البارح في عين طايا، تشوفوا الفيديو البارح في عين طايا، في الناس دابزة على الغاز، سي غراف الناس دابزة على الهواء الاكسجين، مش عارفوا مش قرعة الغاز قلت على قرع الاكسجين اسو بوا الهواء ولينا ما نقدوش، باسكو راه كاين ماهاش كاين قنوانين رضعيه. الدوله دوك الجزائر رجعت البلد الوحيد في العالم اللي الشعب ما يثق في الدوله والدوله ما تثق في الشعب، والناس راهو كيخرجوا القرع وروح يبززوا بهم تاع الاكسجين. صاص في با خاوتي، هذه انسان تولد ولا تموت نبزنسوا فيهم خاوتي، والله لا عيب، عيب كبير. غادي نعطيكم لا ديكلاراسيون تاع رضا عباس خاوتي، تسمعوها ديكلاراسيون اللي نشكرو رضا عباس، توجور يخمم على الامور الانسانيه ماشي غير الفوت. حنا ماناش ندربو ولا بد نفتحوا الحقائق باش هاد الناس تتسقم، بصح كان نقعدو نشيتو عمرنا ما نتقدمو. سبب الانحطاط تاع الجزائر هي الشيطة خاوتي. اسمعوا خاوتي واش قال رضا عباس. لا خلينا نقول هذه، لا علاه ما كاش فولونتي؟ عنده نفوذ؟ ما باسكو المنظومه فاسده قاعد يقدرش يقول قاعد ياكلوا. انا واش قلت؟ شوف نفس الموثيقه راحت، بصح ولات الرشوه في بلادنا حلال، بصح واش هو الحل؟ حنا ولينا حرام، الحل حرام، نروحوا للقضاء اللي عنده حق اللي ما عندوش حق. عبد الرزاق، عبد الرزاق، سبحان الله، عبد الرزاق، ولا سمحت لي يوسف تفضل تسمع اسمع، يا امكانيات كاينين باش امكانيات اليوم واعرين باش نديروا الناس. يا عبد الرزاق انت راك تحضر على الفوتبول، انا نقول لك جلد من فوق، الناس تتاجر في الموتى في الجزائر، انا نتاجروا في الموتى. الناس هذاك كونسونتراتور دوكسيجين كان يدير على باليش انا 7 ملايين ولا يدير 65 مليون، القرعه هذيك تاع الغاز هذيك اللي كانت تدير مع باليش 2 ملايين 3 ملايين ولا تدير 12 مليون. الناس ما تحشمش، سيتيرنا تاع الماء، الناس كي توصل للعيد انت القرعه والو تلقاها 30 الف، انت تعود على البالون، الناس خلاص تقول لك ما تخافش
الناس دوك ماشي ما تخاش ما تتعاطش بالموت. ناس الدوله هاك الدوله ماشي مليحه وكي الشعب حنا تاريخ ماشي مليح كاع كيف كيف مثل ما تولوا ولا عليكم صح رضا رضا وشك تهضر لا لا صح وشك تهضر ولكن الشعب هذا وهاد حنا على بالنا ما كاش شعب ملائكي كاع حتى في الغرب وكنطلق لهم ما طبقش عليهم القانون يديروا اكثر من هكا مراد. حنايا الاشكال تاعنا مثلا في كره القدم شحال من كان تاع رشوه وتاع الناس حكموهم في لاغرون ودوهم الحبس وراه مازالهم في الرياضه عندهم حصانه الله الحنا كيشوف هدايا خدم لي باج حكموه في لاغرون ديالي وخرجوا عليه قضاء واسمو احكام قضائيه تسجيلات مازالو داو تسجيلات احكام قضائيه سمعناه انا اسمح لي رضا كاين حاجه يا اخي كاين اليوم يا اخي كاين اليوم راهي العام اللي فات وسوا يا اخي لجنه النزاهه يا اخي غير يا اخي هذا وين يا اخي غير ما عندناش بزاف داروا اجتماع كبير النزاهه ماشي غير انك اللي تحكم واحد اخدا قبض ولا مد وفي الكلام خاطر النزاهه ماشي الا مجرد كلمه ولا لازم ينتخب من في الكلام في الكلام هل الانسان هذو لازم يكونوا مستقلين يا عبد الرزاق هل لجنه النزاهه جابوا انسان كفء يا اخي ولا لجنه الاخلاقيات ولا لجنه الانضباط ولا لجنه الطعون لازم تكون مستقله كيما مستقله لازم ينتخب منتخبه حنا ما كاش هادي انا نقول لك شوف تك تهضر على البالون انا نهضر لك في الموت الناس دوكا الاكسجين بدا يتهجروا فيه يلا حوس تقدر تهضر لي على البالون خلاص خلينا قضيه للاسف شتوك شكرا عباس اللي حيه قال لك والله عندنا زاهه تاع الفوتبول اللي ماتش تباعوا قضيه التسريب الصوتي دخلوهم وخرجوهم التحقيق تاع ملعب وهران وين راح قال كاين تواطؤ من في الرياضه كاين تواطؤ من عند السياسيين والناس كي ما يعجبهمش الحال كيف راهي مخروبه والله يا خوتي لا رانا ندورو في علاقة تاع فساد الجزائر راحت فساد أخلاقي فساد سياسي فساد رياضي فساد إعلامي كوش مش بقى غير من رحيم ربك لنا نهضروش الناس قرأي قلبتها تنافيقي وصاين ما ميعرفوا لا حرام الحلاب السحت يا لطيف الله ينجينا وعافينا وراه التحقيق تاع ملعب وهران وراه كذا وراه النزاهة وراه هديك وراه خالتي داروا التحقيق انا اللي فضحت ملعب وهران كاش ما داروا لجنة التحقيق وقالوا طفي الضو نورمال الله يسهل الفساد وكون جيبوا فساد العاب اولمبية نتائج كارثية وهي رايحة دواليك هذه هي خالتي من سيء الى اسوأ راك تشوفوا خاوتي ما كانش راك تشوفوا الناس راهي تموت في الجزائر عطونا فوس ارقام يقولك ماتوا 12 وما ماتوا في 800 خاوتي عندنا خاوتنا وحبابنا في ليزوبيتو في كل ولايه في الجزائر يقولك بلي كارثه هاي ديكلارو 1200 راهم فوق 10000 خاوتي غير ربي ان شاء الله يفرج علينا هذا يا ربي يفرج علينا بعد علينا وطفوك يا رب على هاد الوباء يا رب العالمين كارثة خاوتي الشعب تاني متهور كيقول له كل شيء والسلطات متهورة كيف هذيك النهار اللي جوار تاع لمسيه الكباري وشالو موتي حاجة ما درتوها لهمش والبارح هذا عجال مع الشاولة قالوا لي راح غنى في جيجل في جبل عند زواولة تعطوه 3 سنين عقب أعطيه أموند أعطيه حاجة حالة تعدي له 3 سنين وسيرا بيحرق به بولده في بوطي سيقواسا في هذا الشيء والمستوى هذا خاوتي وين رايح هاد عادلة التليفون عادلة بن عميس كل شيء بالتليفون كل شيء بالمعرفة ما لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب في الجزائر خاوتي هذه حقيقة مرة ما كان تا واحد راه في المكان المناسب من الفور من القمة وهو والله واحد ما راه في المكان المناسب هيا والحديث قياس بلا ما ندخلوا في التفاصيل ويجي الناس تضرب تقول لك انت ما تبغيش البلاد حنا نبغوا البلاد علاش ندو باسكو نبغوا البلاد احنا ما نبغوش الشتاء هاد الشتاء اللي ربها الناس ربها لهم بوتفليقه هادي بسببها الجزائر ستبقى في الحضيض باسكو الشياته ما اللي يتزوج بامهم وابوهم هاد الناس هما اللي ردوا الجزائر في الزبل يا لطيف الله نجينا وعافينا وين رانا رايحين غادي نتبعوا خاوتي هذا الطبيب شاقال على سوء التسيير في المستشفيات في كلش شوفوا شاقال خاوتي نسمعوها في رحبه خاوتي باسكو والله العظيم يا خاوتي صاي راحت اسمعوا خاوتي أربعة مسؤولين على هذا الانتشار ماهوش الوباء ماهيش دلتا ماهيش شوف واحد ما يخوفكم دلتا ماهيش قوية بالدرجة اللي قاعدين يحكيوا عليها دلتا عندها خاصية واحدة انها تنتشر بسرعة كبيرة وهذا اللي خلى الانتشار الان الاصابات منتشرة بقوة والانتشار الاصابات ما مش هذا هو اللي يخوف
اللي فهمت اللي يخوف هو لا بريزون شارج، بمعنى التكفل بالمريض في الاسبوع الاول. والله تتكفل الطبيب والدوله بتعطوا لي اهميه في الاسبوع الاول للمريض، والله ما تلقاش مستشفيات مكتظه بهذا العدد. انا كيف شفيت؟ الحمد لله شفيت في ستة ايام. كيف شفيت بالبروتوكول العلاجي اللي مشوا قاعدين يطبقوا فيه الاطباء. كي المريض اول حاجه عاد يخاف ما يروحش للفحص، عاد يعالج من راسه بدون استشاره، وهذا يؤدي الى انه يستنفذ الاسبوع الاول في التجارب تاعو حتى تتعقد الامر، ومن بعد يروح للمستشفى، مستشفى هو في حاله يرثى لها. الثاني مسؤول الثاني هو الطبيب. الطبيب اللي يجيه المريض تاع الكورونا، يا اخي الكريم اعطيه بروتوكول علاجي، اعطيه بروتوكول علاجي متكامل. وحده اثنين، كي تعطيه بروتوكول علاجي قول له يجيك بعد ثلاثه ايام، تشوف الحاله تاعو، ما تتدخل قبل ما تتفاقم الامور، وتعطيه التحاليل وتشوف، وزيد اعطيه زيد يجيك بعد ثلاث ايام اخرى، وتبقى تتبع فيه كل ثلاث ايام بالتحاليل وكذا، حتى ما يروحش للمستشفى. به الاطباء ما ينهكوش في المستشفى، انت تعطيه روشته فيها ثلاثه ادويه وتقول له روح تروح للدار، يروح للدار يقعد 10 ايام تتعقد الحاله تاعو ويروح للمستشفى ما عندوش اكسجين، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الثاني، المسؤول الثاني. المسؤول الثالث هو الصيدلي، والله تتحاسب يا الصيادله. مش كل ما نقولش كل، الصيادله اقسم بالله اللي قاعد يمد في علاج للناس بدون فهم بدون عرف، يقولوا هذا هو البروتوكول تاع الكورونا، والله انت هو السبب، لانه هذا يروح ياخذ الدواء على اساس انه هذا البروتوكول تاع الكورونا، ويروح يعالج في الدار، ومن بعد تتعقد الحاله تاعو، ومن بعد يجي للسبيطار ويلقاولوش مكان. ثالث، الرابع هي الدوله. كيف؟ دوله نورمالمون تتدخل، دوله تتدخل وتعمل تكوين للاطباء على مستوى لي سونتر تاع الكوفيد اللي يعملوا في الفحص، ما نحكيش على المستشفيات، مستشفيات المحطه الاخيره يا ناس، المحطه الاخيره، المحطه الاولى هي المحطه المهمه، هي مكاتب الفحص تاع الكورونا، لازم الاطباء يكون عندهم بروتوكول موحد مدروس، يكون مكتمل، يكون فيه كلش، متابعه الميدانيه حتى لسبعة ثمانية ايام. هذيك المرحله لكان كان فيها تكفل حقيقي بالمريض او ما يروحش للسبيطار، وتكون هذا الوباء يعدي علينا خفيف، او هذا الشيء اللي حبيت نقول.